بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشفعة. والشفعة قال العلماء هي استحقاق الشريك أن ينتزع حصة شريكه إذا باعها، فحينئذ هذه من خصائص التشريع الموجودة وهي حق الشفعة. يقول الشيخ: وتثبت الشفعة، أي أن الشفعة تثبت بمجرد العقد فورا، أي من حين البيع، وصاحب الحق يجب عليه أن يبادر بطلبها. ولذلك روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل عقال، أي أنه يجب أن يطالب بها فورا، فإن تأخر في المطالبة فإنه حينئذ لا يكون حق الشفعة قد سقط عنه. والمطالبة إما أن يطالب صاحب الحق مباشرة بها، أو أن يشهد على طلبها، أو أن يشهد على طلبها. صورة ذلك أو صورة الشفعة هو أن يكون هناك شريكين يملكان أرضا أو دارا، ثم يبيع أحد الشريكين جزءه لطرف ثالث، فيأتي شريكه ويقول: أريد الشفعة، ويطلبها، لأنه قد يتضرر من دخول هذا الثالث عليه، فحينئذ له حق الشفعة، فيعطي هذا الثالث المبلغ الذي دفعه لشريكه ويتملك الجزء المباع. هذا يسمى الشفعة، فله الحق أن يطلبها وإن لم يرضى البائع وهو شريكه الأول، ولا المشتري وهو الطرف الثالث الجديد. وهذا حق أثبته الله عز وجل للشركاء، لكن الفقهاء يقولون إنه ليس في كل بيع تثبت الشفعة، وإنما في بعض العقود دون بعض. فأول شرط أورده المصنف قال: فورا. إذن يجب الشرط الأول أن يطالب بها فورا، فلو علم ببيع شريكه للعقار ثم سكت عن المطالبة ثم طالب بعد ذلك لقلنا سقط حقه، يسقط بالتراخي، بل لا بد من الفورية، لا بد أن يكون فورا. هذا واحد. الأمر الثاني قال: لمسلم، لأن حق الشفعة يثبت لدفع الضرر عنه، ودفع الضرر يراعى فيه اعتقاد الشخص، بينما أغلب العقود فلا يراعى فيها الاعتقاد لأنها متعلقة بالمال، وأما هنا فهو متعلق بدفع الضرر واحترام الشخص. قال: تام الملك، أي لا بد أن يكون ملكه تاما. وبناء على ذلك فلو أن شريكه أو أنه كان غير مالك تمام الملك لكونها مثلا مضاربة، يعني ربح مضاربة لم تخرج، ومر معنا أن ربح المضاربة قبل الإفراز وقبل الحساب تكون ناقصة الملك، وبعد الحساب وقبل القسم تكون تامة الملك، فالعبرة بالحساب وليس العبرة بالقسمة، وإن عبروا بالقسمة أحيانا. قال: في حصة شريكه، لا بد أن يكون شريكه، وبناء عليه فلو كان جارا له فلا تثبت الشفعة في الجوار. وأما حديث الجار أحق بسقبه، فالمراد بالجار هنا أي الشريك، وهذا مشهور في لسان العرب، كما قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالق، فهنا أي الشريكة بيني أنت مطلقة. فالمقصود من هذا أن العرب قد يسمون أحيانا الشريك جارا باعتبار أنه مجاور في الملك. قال: في حصة شريكه المنتقلة لغيره، لا بد أن تنتقل لغير البائع، فالشخص لا يطلب الشفعة من نفسه. قال: بعوض مالي. هذه مسألة دائما يفرع عليها الفقهاء، لا تثبت الشفعة إلا إذا كان الجزء المطلوب قد انتقل بعوض مالي، فلو انتقل بغير عوض مالي فلا شفعة، كأن يكون الشريك قد وهب
جزءه لطرف ثالث فلا شفعة، أو مات فورثه ورثته بعده فلا شفعة، أو وقف العين المشاعة بينهما. ولذا يقول العلماء ما لم يكن حيلة، فبعض الناس قد يتحيل بالحيلة لأجل إسقاط حق شريكه في الشفعة، وهذا موجود كثير جدا، قد يتحيلون فقد يظهر أنها هبة وبينهم شيء في الباطن، فإن ثبت أنه بينهم مبلغ في الباطن فيكون بيعا، وهذا مبني على أنهم قالوا الهبة بقصد الثواب تكون بيع، وسيأتينا في الهبة أن الهبة بقصد الثواب تكون بيعا متى؟ على المشهور إذا نص على الثمن في العقد، واستأتينا في محلها إن شاء الله. قال بما استقر عليه العقد، أي يدفع له الثمن الذي اتفق عليه. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع. نعم، بدأ يتكلم عن شروط الشفعة. قال أول شرط إضافة للقيود التي تقدم ذكرها، قال الشرط الأول أن يكون الشفيع الذي يطلب الشفعة لا بد أن يكون ملكه متقدما على البيع، متقدما على البيع. يقابل ذلك فيما لو كان موافقا أو متراخيا. موافقا، رجل باع نصف عقاره لاثنين في وقت واحد، فليس لأحدهما أن يطالب بالشفعة للثاني لأن ملكهما كان في وقت واحد، فحينئذ لا يطالب الموافق، بل لا بد أن يكون المالك لجزء من الشفعة سابقا عنه. الشرط الثاني، وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها. نعم، قال ولا بد أن يكون شخصا مشاعا، ويقابل المشاع المفرز، فلو كان مفرزا بأن عرف ملك كل واحد منهما، هذا النصف الشمالي وهذا النصف الجنوبي، فحينئذ لا شفعة، لأن الشفعة إنما تثبت في المشاع دون المفرز، ولا شفعة في الجوار على قولهم. قال من أرض تجب قسمتها، لأن ما لا تجب قسمته فإنه لا شفعة فيه كاليسير ونحوه. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع. نعم، يقول ويدخل غراس وبناء. الغراس وحده لو أن رجلا عنده شجرة يملكها اثنان عندهم، فباع أحد الشريكين جزءه فليس لشريكه شفعة، لكنها تدخل تبعا، أي تبعا للأرض التي تكون يعني ملكها بالشفعة. قال لا الزرع والثمر، لأن الزرع والثمر يكون مملوكا ببدو صلاحه. نعم. وأخذ جميع مبيع. نعم، يقول الشرط الثالث أن يأخذ جميع المبيع، فلا بد أن يأخذه كله، فليس للشفيع أن يطلب بعضه، يقول أريد أن أخذ النصف والنصف يبقى، لا، إما أن يأخذ الجميع أو يتركه. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنذاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه، سقطت. هذه المسائل التي أوردها المصنف هي مسقطات الشفعة. مسقطات الشفعة، أولا عدم المطالبة بها على الفورية، فوات شرط من الشروط. الأمر الثالث، إذا أخذ بعض العين المشفوع فيها وترك بعضها، وهذا من باب مخالفة الشرط، أو عجز عن دفع الثمن أو بعضه بعد الإنظار ثلاثة أيام، لأنه ينظر ثلاثة أيام لدفع الثمن، فإن لم يدفع الثمن فإنه يسقط حقه في الشفعة لكي لا يكون هناك ضرر على الأطراف الباقين. قال ومن المسقطات أن يقول للمشتري بعني أو صالحني. إن قال له بعني أو صالحني، يقولون هذا يكون بمثابة الرضا بالبيع الأول، فكأنه طلب منه بيع عقدا جديدا. صورة ذلك، محمد وزيد مشتركان في أرض، باع زيد أرضه لخالد، محمد له حق الشفعة من خالد، فيقول أطالب بحقي من الشفعة، فيأخذها بالثمن. فإن ذهب محمد لخالد الذي اشترى الجزء وهو الطرف الغريب الثالث، فقال بعني جزءك، نقول سقط حقه من الشفعة، لأن قوله بعني كأنه معناه قال أنا رضيت بانتقال الملك إليك، أنشئ لي عقدا جديدا بالبيع. فإذا قال بعني حينئذ سقط حقه من الشفعة، فيبقى انتقال الملك أولا مبنيا على رضا من انتقل إليه الملك، والأمر الثاني لا يلزم أن يكون بالسعر الذي استقر عليه العقد، بل يجوز بأقل وأكثر بحسب ما يتفقان عليه. قال أو صالحني، لأن المصالحة عندهم في معنى البيع. من مسقطات الشفعة كذلك، قال إذا أخبره عدل فكذبه ونحوه، يعني أخبره العدل الثقة أنه قد باع العقار فقال أنت لست بصادق، لأن هذا يعتبر عندهم تثبت فيه الحقوق،
فإن كذبه حينئذ بمعنى خطأه فإنه حينئذ يسقط حقه. قال ونحوه أي أن يكذبه أو يوهمه أو نحو ذلك. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. يقول لو أن شخصا له عقار بين كان لهم عقار بين ثلاثة مشتركون في عين، فباع أحدهما شريكه حقه فجزءه هذا للاثنين الباقيين، فهو جزءه للاثنين الباقيين، لكل واحد حقه بالنصف. فإن أسقط أحد الشريكين حقه فللثاني أن يأخذ نصيبه ونصيب صاحبه. وهذا معنى قوله فإن عفى بعضهم أي بعض من استحق الشفعة أخذ باقيهم أي باقي مستحق الشفعة كل العين أو تركه بالكل. نعم. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. نعم، موت الشفيع أي مستحق الشفاعة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قبل المطالبة فيسقط، لأن هذه من الحقوق التي لا تورث، هذه من الحقوق التي لا تورث. الحالة الثانية أن يطالب بالشفعة وقبل المطالبة وبعد المطالبة وقبل انتقال الملك إليه يكون قد مات، بأن يكون أشهد أنني قد طالبت بالشفعة، فحينئذ يورث حقه في المطالبة فيقوم وارثه مقامه في المطالبة، لهم الحق أن يمضوا في المطالبة ولهم الحق الإسقاط. وأما إذا لم يطالب فيكون حقه قد سقط. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. نعم، قال وإن كان الثمن مؤجلا بمعنى أن شخصا طالب بالشفعة ولكن الثمن كان مؤجلا، قال أخذ مليء به، يعني أنه يأخذ يعني يؤخذ به. قال وغيره، وغير المليء يؤخذ بكفيل مليء. صورة ذلك أرض بين اثنين زيد وعمر، باع زيد نصيبه بثمن مؤجل بعد سنة، فجاء عمر فطلب بالشفعة، نقول لك حق الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو ألف مؤجلة. فنقول إن هذا عمر إن كان مليئا أخذ به، وإن كان غير مليء لا بد أن يأتي بكفيل مليء. فإن كان غير مليء ولم يأتي بكفيل غير بكفيل مليء فإنه حينئذ يسقط حقه، لأن في هذا ظلم له وتضييع لحق شريكه. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. نعم، صورة هذا أن رجلا أن اثنين يكونان شركاء في أرض، عمر وزيد مشتركان في أرض، فيأتي عمر فيقول بعت جزئي لخالد، فيقول خالد لم أشتري منك. إذن البائع أقر ببيع جزئه، والثالث الطرف غير الشريكين أنكر قال لم أشتري منك. حينئذ لما أنكر فيكون البيع لابد من البينة بالنسبة لهم، هذا عقد مستقر ينظر فيه بالبينات. بالنسبة للشريك شريك البائع له حق الشفعة وإن لم يثبت البيع، لأن شريكه وهو البائع أقر على نفسه بالبيع، فحينئذ يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد إما للمشتري وهو خالد، أو يعطيها البائع الذي فسد بعد ذلك البيع أو لم يثبت البيع أمام القاضي. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. نعم، بدأ الشيخ في هذا الفصل يتكلم عن الوديعة فقال يسن قبول الوديعة لمن أودع لغيره مالا ليحفظه، فيسن بشرط أن يكون ممن يعلم من نفسه الأمانة. فإن كان لا يعلم من نفسه الأمانة، والمقصود بالأمانة خشية يعني التضيع أو خشية الإتلاف، أو يعلم من نفسه ضعفا، فإنه يكره في حقه قبولها. وأما إن علم أنه سيأخذها وسيتلفها عمدا في يده فحينئذ يحرم. فالمقصود هنا أن الذي يكون عنده ضعف لا يستطيع أن يحافظ عليها أو يكون كثير الغفلة، فيكره في حقه قبول الأمانة. ويلزم حفظها في حرز مثلها. نعم، من أعطي وديعة فإنه يلزم من أعطيها وأودعها أن يحفظها في حرز مثلها بما جرت العادة بحفظه، والعبرة في المثلية هنا للعرف. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط
أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضامن. نعم، يقول ولو أن صاحب الوديعة الذي يملك العين عين له مكانا معين، قال احفظها في هذا الصندوق، احفظها عندك سمن الصندوق التجوري مثلا، أو قال احفظها عندك في الدرج، أو قال اجعلها تحت السرير، فنص له على مكان معين وحفظ معدد ليحفظه، قال فأحرز بدونه، يعني بما هو أقل منه لا ما هو أعلى، أو تعدى سواء نص له على حرز أو لم ينص فتعدى بيده، أو فرط في الحفظ، أو قطع علف دابة عنها، أعطي وديعة دابة فلم يعطيها طعاما ولا شرابا، فحينئذ في الجميع يضمن، في الجميع يضمن، إلا إذا كانت عنده دابة وقال له صاحبها لا تعلفها أنا سأرجع بعد قليل ولا تعلفها، ومع ذلك ماتت، فحينئذ لا ضمان. وهذا معنى قوله بغير قول، أي بغير قول من صاحبها لا تعلفها. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. مودع. ويقبل قول مودع في ردها إلى رب في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه. نعم. يقول الشيخ إن إذا اختلف المودع والمودع، المودع هو مالك العين، إذا اختلف هل رد العين أم لا، فالقول قول المودع لأنه أمين، فحينئذ القول قوله. قال إذا اختلف في ردها إلى ربها أو غيره، أو غيره يعني قال أعطها فلانا، فحينئذ كذلك يعتبر القول قول المودع لأنه أمين. قال أو غيره بإذنه، لا بد أن ما يعطى غير المودع إلا بإذنه. قال لا وارثه، فإن أعطاها لوارثه فإنه لا تقبل إلا ببينه لأنه مفرط، فالأصل أنه يعطيها لربها دون وارثه سواء كان ميتا طبعا أو حيا، لأن الفقهاء يتساهلون في إعطاء الوديعة للابن أو الزوجة في بعض الصور. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. نعم، قال وفي تلفها، أي وفي تلفها إن تلفت فالقول قول المودع، وكذلك عدم تفريطه فيه وتعدي. قال وفي الإذن، معنى قوله وفي الإذن أي لو أن المودع أعطاها زيدا طرف ثالث، فجاء صاحب العين قال أنا من قال لك تعطيها زيدا، قال أنت قلت لي، معنى أنت أذنت لي، فقال لم آذن لك، فترافع للقاضي ولا بينه، فالقول قول المودع. وهذا معنى الإذن، أي الإذن يعود في الإذن هنا الإذن المذكور في أول الجملة في قوله فردها إلى ربها أو غيره بإذنه، فالإذن هنا العهدية تعود للإذن المذكورة في أول الجملة. نعم. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. نعم، يقول لو أن اثنين أودعا مما شيئا مما يكال أو يوزن، كأودعا مثلا صاعين أو ثلاثة آصع من تمر عند واحد، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه لكونه غير حاضر أو امتناعه من المطالبة، سلم هذا الجزء له، لأن المكيلات والموزونات مثلية، أولا مثلية، فحيث كانت مثلية فلا فرق بين ما يعطى هذا وذاك بخلاف غيرها من المعدودات والمعينات. والأمر الثاني أنه لا ضرر على الشريك في تسليم شريكه جزءه، فحينئذ يسلم له ذلك لأنه من المثليات التي لا ضرر على الشريك في قسمتها. ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. نعم، هذه المسألة أوردها المصنف في غير مظنتها، وهذه المسائل يسمونها الفقهاء بخبايا الزوايا، بعض المسائل تبحث عنها في بابها أو مظنة بابها لا تجدها فيه وإنما تجدها في غيرها. هذه المسألة متعلقة برفع الدعوى، فالمصنف يقول في هذه الجملة إن كل من كانت يده يد أمانة، أن كل من كانت يده يد أمانة فله حق رفع الدعوى على المعتدي بالرد، فلو أن غاصبا ناهبا سارقا غير ذلك من صور الغصب غصب مال وديعة أو مال مضاربة أو رهنا أو عينا مستأجرة، فلكل واحد من هؤلاء وهو المودع والمضارب أي العامل والمرتهن أي صاحب الدين والمستأجر أن يطالب بها، لأن يده يد أمانة وكل صاحب يد أمان له حق
رفع الدعوى، لأن تعلمون أنتم في القضاء أنه لا تقبل الدعوى إلا ممن له صفة، وهو مالك العين أو مدعي ملكها أو وليه، وكذلك من كانت يده على العين يد أمانة، فإن له حق الدعوى. فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. نعم، هذا الفصل يتكلم أو يتعلق بإحياء الموات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. إحياء الموات ومثله أيضا ما سيأتينا في اللقطة، هذه تسمى من ملك المباحات، لأن المرء لا يملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما بالإرث، وإما بالعقد، أو بالإباحة. هذه أسباب الملك الثلاثة، لا يوجد غيرها. الإرث واضح وسيأتينا في كتاب الفرائض، العقود البيع والسلم والإجارة وغيرها، والإباحة منها اللقطة ومنها الاحتشاش والاحتطاب ومنها إحياء الموات. لماذا سميناها إباحة؟ لأن هذه العين لم تكن ملكا لأحد قبلك، لو كانت يملكها أحد قبلك لا يجوز لك أخذها إلا بعقد، إلا أن تكون تجارة عن تراض وهو العقد. وأما المباح فهو الذي ليس ملكا لأحد، جزاك الله خير، بارك الله فيك، فلذلك أما ما ليس ملكا لأحد فإنه يجوز أن تأخذه بالإباحة، لكن لها قيود. أنا أذكر هذا لما؟ لأن الفقهاء ذكروا، ومنهم العلامة ابن القيم وقبله شهاب الدين القرافي في الفروق، أن ما كان من باب الإباحة فيجوز لولي الأمر تقييده، أما الإرث فلا، وأما العقد فلا. انتبهوا لهذه المسألة مهمة، ولي الأمر صلاحيته في تقييد المباحات فقط، وليس له صلاحية في تقييد الإرث ولا في تقييد العقود. ما معنى تقييد المباحات؟ ثم أرجع لكم العقود والعقود والإرث. تقييد المباحات، ثبت أن عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا النقيع، حمياه النقيع ملك للناس جميعا، فيجوز لكل امرئ من المسلمين من أهل المدينة أن يحتش وأن يحتطب من النقيع. مع ذلك جاء ولي الأمر، كان عمر ثم بعد عثمان، فحمياه، منع أحدا أن يحتش أو يحتطب لمصلحة عامة، طبعا لأن التصرفات والأمر مبنية على المصلحة. إذن فيجوز منعهم من هذا الاحتشاش، يجوز لولي الأمر أن يأتي لمنطقة معينة يقول: هذه محمية من الصيد لا أحد يصطاد فيها، حماية للحياة البرية مثلا يسمونها، يجوز ذلك من باب تقييد المباحات للمصلحة. ومثله أيضا فالاحتشاش والاحتطاب، كما هو عندنا ممنوع الآن الاحتطاب مطلقا، ممنوع الاحتطاب، هذا يجوز شرعا لأن هذا من باب تقييد المباحات. من صور تقييد المباحات، هذا الذي يناسبنا في هذا الباب، أن العلماء ذكروا كابن القيم وقبله الشهاب القرافي، ذكروا أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع من التملك بالإحياء، يجوز ذلك، وهذا الموجود في أغلب البلدان الإسلامية أنه الآن لا يتملك بالإحياء، يجوز ذلك، لأن ويكون فقط الإحياء سببا للاختصاص لا للملك، ونص عليه العلماء قديم وأطالوا في التدليل على هذا الأصل. إذن انتهينا بالأمر الأول وهو المباحات يجوز تقييدها من ولي الأمر. الإرث لا يجوز لأحد أن يزيد فيه ولا ينقص، وتلك حدود الله، لما ذكر الله عز وجل الإرث قال: تلك حدود الله. إذن الحد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص. فلو أن في بلد ما جاء وغير الإرث وجيء ببعض الأحكام التي تخالف النصوص الشرعية، ليست من باب الخلاف، هناك مسائل فيها باب الخلاف، مثل: هل الأم ترث السدس أم ترث الثلث عند وجود جمع من الإخوة المحجوبين بالأب؟ هذه مسألة خلافية ومشهورة. مثل: الجد والإخوة، هل يكون فيها تشريك أم لا، أم أنهم محجوبون بالجد؟ هذه مسألة خلافية، حكم الحاكم يرفع الخلاف في النزاع عندها إذا ترافع الحاكم. لا، نحن نتكلم عن ما كان الخلاف فيه ملغيا، وهناك أمثلة في الذهن لا أحتاج أن أذكرها. نقول: لا يجوز ذلك، ولا يباح لمن أخذ شيئا منها أن يكتسبها. مثال ذلك، أضرب مثالا، أغلب العلماء يقولون: لا يوجد في الشرع شيء اسمه الوصية الواجبة، وبناء على ذلك فمن أعطي شيئا من الوصية الواجبة فيجب عليه أن يذهب لأعمامه ويستأذنهم لأنه أخذ شيئا من مالهم، لا يبيح له تقييد
الولي الأمر في النظام فيها شيء يجب أن يستأذنهم. الأمر الأخير باب الفائدة عشان الوقت وهو قضية العقود. العقود لا أثر لاجتهاد ولي الأمر، ولذلك يقول أهل العلم لو أن ولي الأمر كان حنفيا، والحنفي وأبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله الإمام أبو حنيفة كان يرى أن شركة الأبدان غير مشروعة، فليس معنى ذلك أن الشريكين إذا اشترك بأبدانهما فكسبوهما حرام، بل نقول هو حلال، لأن حكم الحاكم هنا لا يؤثر في العقود، لأن فيها معنى التقرب الله عز وجل بالتعبد فيما يجوز وما لا يجوز. إذن هذه مسألة يجب أن ننتبه لها ونعرفها، وهذه مسألة تقيد مقياد الشرع، فولي الأمر يجوز له تقييد المباحات للمصلحة، وهذا موجود أمثلته بالعشرات. نعم، يبدأ الشيخ قال من أحيا أرضا، إذن إحياء الموات خاص بالأرض دون غيرها من الأشياء، منفكة عن الاختصاصات. تعبير المصنف بالاختصاصات جميل، لأن الاختصاص نوعان، اختصاص خاص واختصاص عام. فالاختصاص العام هو ما يسمى بحقوق الارتفاق، فيكون لكل أحد الانتفاع بها من غير ملكها، مثل الطرق، فإن الطرق لا يملكها أحد بإحيائها لأنها من حقوق الارتفاق، مثل الأودية، الشعاب، المسايل، كل هذه لا تملك بالإحياء، ومن ادعى أنه يملكها بالإحياء فماله حرام، ماله حرام، لأن هذا فيها الملك مشاع. وبعض الناس قد يتعدى على الأودية ويتعدى على الشعاب بدعوى أو بغيرها بإحياء قديم ثم يملكها، نقول ملكك باطل، ملكك باطل، لأنها لا تملك، وإنما هو من باب الاختصاص، والاختصاص لا يجوز المعاوضة عليه ناهيك عن بيعه. إذن الأمر الأول الاختصاص العام كحقوق الارتفاق كالأودية والشعاب والطرق ونحو ذلك من الأمور العامة كالمساجد، ومن الحقوق العامة المشاعر، منى وعرفات ومزدلفة، كلها لا يجوز أن تملك، ولو بنيت فيها إن شاء الله مئات العمائل لا تملك، ليست ملكا لأحد من الآدميين. إذن هذا ما يسمى الاختصاص العام. الاختصاص الخاص، الاختصاص الخاص هو أن يسبقك أحد إلى تحجير الأرض، لأن الأرض، انظر معي، الموات التي ليست ملكا لأحد، موات يعني ليست ملكا لأحد، مفك عن الاختصاص، إذا جعلت عليها عقما من تراب فقد أصبحت مختصا بها لكن لست مالكا لها، فإن بنيت عليها ما سنذكره بعد قليل أو حفرت بئرا ملكت هذا المحل. إذن فمن سبقك إلى محل فهو مختص به، من سبقك إلى محل فهو مختص به، فليس لك أن تطرده من اختصاصه مع أنه ليس مالكا له، والاختصاص لا يباع كما قلت. قال وملك معصوم ملكها، قول مصنف ملك معصوم ليشمل المسلم والذمي، فإن المسلم والذمي من أهل الكتاب معصومون، فإذا ملكوا شيئا فإنه لا يجوز انتزاعه منهم إلا برضا. نعم. ويحصل بحوزها بحائط مانيع. نعم، قال يحصل الإحياء بأمور. أول شيء أن يكون هناك حائط منيع، فلا بد أن يكون حائطا منيعا، لا مطلق الحائط كالشبوك وغيره، بل لا بد أن يكون حائطا منيعا. والحقيقة أن هذا كلام أهل العلم قديما قد يكون له وجه، حينما كان البناء له مؤنة ولا يضع المرء حائطا إلا على قدره، ولذلك فإن الرواية الثانية أن يكون هناك حائط مع سقف، وقد يقال بهذا الأمر، فحينئذ يكون بناء حقيقيا. نعم. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. قال أو إجراء ماء، كأن يحفر جدولا من نهر، أو يذهب للعين فيحفر جدولا للعين حتى تصل، فحفره لهذا الجدول هذا إحياء للأرض، فيكون حينئذ مختصا أو مالكا له بعد ذلك. أو قطع ماء لا تزرع معه. نعم، كانت الأرض مغمورة بالماء فبنى شيئا يمنع من وصول الماء إليها، فحينئذ يكون قد استصلحها. أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. قال أو حفر بئر، فإن من حفر بئرا في أرض منفكة عن الاختصاص وهي الموات يملك البئر وحريمها، وحريم البئر إن كانت البئر عادية أي قديمة 50 ذراعا، وإن كانت جديدة 25 ذراعا فقط، ما زاد عن ذلك فلا. قال أو غرس شجرة، فمن غرس شجرة ملك جذرها وحريم الجذع، ومقدار الحريم بمقدار مد أغصانها، فإن كانت أغصانها النخل عادة غصنه لا يتجاوز المترين تقريبا أو 3 أمتار على أقصى تقدير، فيكون متران أو 3 أمتار من كل، يعني يكون نصف قطرها متران أو 3 بحسب أغصان الشجرة. نعم. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما بقي متاعه ما لم يضر. يقول الشيخ إن
ما كان من باب الاختصاص العام، انظر معي، ما كان من باب الاختصاص العام كالطرق والمنتزهات ومساجد وغيرها ومنى وعرفات، فمن سبق للجلوس فيها فهو المختص بها، ليس مالكا وإنما المختص، فليس لأحد أن يقيمه من مقامه، منى لمن سبق. وكذلك الطرق الواسعة، عبر بالواسعة لأن الضيق لا يجوز الجلوس فيها لأن فيها أذية بالمسلمين، فحينئذ لا ليس لأحد أن يقيمه من حقوق الارتفاق العامة. قال: فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، أي ما دام متاعه باقيا فإنه مستحق فيه، ما لم يضر، أي ما لم يضر غيره بذلك. هنا فائدة دائما تعرض لنا في المسجد، هنا يتكلم العلماء عن وضع السجاجيد في المسجد وحجزها في بابين، أحد البابين هو بابنا هذا، باب إحياء الموات، والباب الثاني سهل وهو باب الجمعة. تكلم العلماء عن وضع السجاجيد في المسجد، هل يجوز وضعها أم لا؟ فقالوا: إن كان المرء وضعها ليذهب قريبا أو يعود جاز، وأما إن وضعها إضرارا بالناس كأن يأخذ مكانا كبيرا للناس فلا يجوز له ذلك. ولذلك يقولون: فإذا أقيمت الصلاة ترفع كائنا من كان، ليس أحق بهذا المكان لأنه أضر بالناس في وقت الصلاة. إذن ما دام فيه إضرار بالناس أو تقدم للحجز قبل أن يأتي الناس فيضعه ثم يذهب، فالفقهاء يقولون هذا منهي عنه شرعا، وتكلموا عنها في بابين. في باب الجمعة قالوا إنها تجوز، وهنا تكلموا بالقيد فقط، إذا جمعت البابين اتضح لك الصورتين التي ذكرتها قبل قليل. نعم، إن شاء الوقت. فصل: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. نعم، هذا العقد هو الذي يسميه العلماء بباب الجعالة أو عقد الجعالة. ما الفرق بين الجعالة والأجرة؟ الأجرة تكون على العمل، والجعالة تكون على النتيجة، حيث كانت النتيجة ولو كانت بعمل يسير أو بعمل كثير، لا ننظر لمقدار العمل بل ننظر للنتيجة. إذن هذا أهم فرق بين العمل، بين الجعالة والإجارة. مثال ذلك: جاء رجل لآخر فقال له: استأجرتك لبناء هذا الجدار. هنا إجارة أعيان، فحينئذ يستحق الأجرة بالبناء، فإن لم يكمل البناء استحق نصف الأجرة. أما لو قال: إن بنيت لي هذا الجدار فلك 1000، فبناه إلا عشره، فليس له من الأجرة شيء لأنها جعالة. لماذا؟ لأن الجعالة لا يستحق الأجرة إلا بكمال العمل، وأما الإجارة فإنه يستحق الأجرة بحسب ما أنجز من المنفعة ما لم يكن فيه ضرر. هذا من الفرق الثاني. الفرق الثالث: أن عقد الجعالة عقد جائز، وأما عقد الإجارة فعقد لازم، فلو فسخ الجاعل عقد الجعالة انفسخ، ما لم يكن العامل في الجعالة قد بذل شيئا، فإن كان قد بذل شيئا فيأخذ أجرة المثل. هذه من أهم الفروقات فيها، من الفروقات ما سيريد المصنف، وهو جهالة العامل وجهالة الجعل. يقول الشيخ: ويجوز جعل شيء معلوم، يعني مبلغ أو يعني عين أو أي شيء أخرى، لمن يعمل عملا. قوله عملا سواء كان العمل لمن جعل الجعل أو لغيره فيجوز ذلك. قال: ولو مجهولا. قول المصنف ولو مجهولا يشمل أي ولو كان العمل مجهولا، أي ولو كان العامل مجهولا، أي ولو كان الجعل مجهولا. فعقد الجعالة تسهل في العلم بقدره، أي بقدر الثمن وبالعامل، بينما هذا في الإجارة لا يقبل، بينما هذا لا يقبل. نعم. قال: كرد عبد، رجل عنده عبد آبق أو عنده حيوان شارد، فقال: من أتى لي به فله كذا. هذا عقد جعالة، والعمل فيه مجهول لا يعرف، قد يبحث عن الناقة الشاردة فيجدها بعد كيلو، قد لا يجدها إلا بعد 100 كيلو، والجعل واحد لا يتغير.
قال ولقطة، قال من وجد لقطتي فله كذا، متى يجدها الله أعلم. قال وبناء حائط كالمثال ذكرت لك قبل قليل. إذن أريدك أن تنتبه للصيغة، إن قلت في بناء الحائط إن بنيت لي الحائط فلك كذا، هذه جعالة، وإن قلت استأجرتك لبناء الحائط فهذه إجارة، فالصيغة لها أثر. أحيانا عند الفقهاء بعض الصيغ تكون مشكلة، ولذلك ذكر بعض الفقهاء في بعض العقود تردد، أهي جعالة أم إجارة؟ قالوا ونرجع للفظ المتلفظ، قالوا مثل إنزال البضائع من السفن، قال أنزل بضاعتي من السفينة، فهي مترددة، تحتمل أن تكون جعالة وتحتمل أن تكون إجارة، فنرجع للصيغة. دائما إذا كان عند العقل متردد بين صورتين فلا نفصل إلا باللفظ الذي تلفظ به العاقد. نعم. قال فمن فعله بعد علمه استحق. نعم، فمن علم بالجعل وفعل ذلك استحق الجعل. وأما من رد الشاردة والآبقة ورد اللقطة غير عالم بالجعل فإنه لا يستحقه، لأنه لم يفعل لأجل الجعل. ولكل فسخها. نعم، لأنها عقد جائز فلكل من الطرفين فسخها. فمن عامل لا شيء له. قوله فمن عامل، أي لو كان الفسخ من العامل هو الذي فسخ فلا شيء له، ولو كان قد بذل أغلب الجهد لا شيء له. ومن جاعل لعامل أجرة عمله. قال ومن جاعل، أي باذل العوض، للعامل أجرة عمله، يعطى أجرة المثل، يعطى أجرة المثل. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره. يقول الشيخ وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، كمل. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. نعم. إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. نعم، يقول الشيخ إن من فعل شيئا لغيره بلا جعل أو بلا إذن منه، لم يأذن للناس، جعل جعلا لشخص بعينه، فجاء رجل آخر غيره فعمل هذا العمل، فليس له الجعل، لا يستحق الجعل، إلا في صورة واحدة يستحق الجعل، وإن لم يجعل صاحب المال فيها جعلا. قال في تحصيل متاع من بحر أو فله، يعني سقط المتاع من السفينة أو في البر، فله أجرة المثل في هذه الصورة. نعم. وفي رقيق دينار أو 12 درهما. أو من رد رقيقا شاردا فإنه يستحق دينارا أو 12 درهما لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، فقط هاتان الصورتان هما المستثنيات فقط، وغير كذا لا بد أن يوجد هناك عقد جعالة وأن يؤذن له بالعمل، أو أن يقال يكون إذن عام، من رد لي كذا فله كذا. فصل. نعم. واللقطة ثلاثة أقسام. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الحديث عن اللقطة. واللقطة هي ما يوجد ولا يعرف مالكه، ما يوجد يعني في غير ملك ولا يعرف مالكه. قال وهي ثلاثة أقسام باعتبار قيمة، يعني باعتبار نوعها. ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف. يقول النوع الأول من وجد في الأرض شيئا لا تتبعه همة أواسط الناس، يعني أن أواسط الناس لا يرون له قيمة، قال كرغيف، أي كرغيف خبز، وشسع، يعني شسع نعل، ليس النعلين وإنما أحد النعلين فقط أو جزء منه. قال فيملك بلا تعريف، هذا يملك بلا تعريف لأن أغلب الناس لا يهتمون إذا فقدوه أو لم يفقدوه. وهذا المثال ذكر المصنف يعني هو على سبيل التمثيل، وإلا فالأعراف تختلف. فعلى سبيل المثال الآن الريال الواحد أواسط الناس لا تتبعه همتهم، فحينئذ يملك، وهكذا من الأشياء المختلفة. طبعا ذكروا أشياء أخرى أيضا تملك بلا تعريف، مثل ما وجد في مفازة ومهلكة، أو ما وجد في مكب للقمامة بحيث أنه القرينة تدل على أن صاحبه غير مريد له، فحينئذ هذا معناه أنه رماه ولا يريد، فحينئذ يملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. نعم، النوع الثاني من اللقطة الضوال، ويقصد بالضوال أي ضالة بهيمة الأنعام، فإن كانت الضالة بهيمة الأنعام تمتنع من صغار السباع كالخيل والإبل والبقر
فلا يجوز التقاطها ولا تملك بتعريفها بل تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك وما لها، معها سقاؤها معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الكلى، فدل ذلك على أنه لا يجوز التقاطها، هذا كلامهم. وذكر بعض فقهائنا كابن عقيل وغيره أنه إذا فسد الزمان، أنه إذا فسد الزمان وكانت مثل هذه الضوال يخشى عليها من الذين يعدون عليها بالسرقة، فإنه حينئذ يشرع التقاطها وتعريفها، لأن العرب قديما عندهم من العيب أن تلتقط شيئا من الضوال، لا تلتقطها، عندهم عيب هذا، وما زال في عرف البوادي عند الآن إذا وجد شيئا من الإبل ما يلتقطها، قد يجعلها معه فيبقى عليها واسمها ولا تلتقط أبدا، لأن هذه ليست ملكا لك من ضوال الإبل وغيرها. ولذا كان العرف القديم عند العرب أنه لا يوجد أحد يأخذها إلا أن يكون سارقا وهم قلة. أما إذا فسد الزمان فأصبحت إذا من حين تظل يأتي من يسرقها مباشرة، فقد ذكر بعض علمائنا وفاقا لأبي بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز التقاطها حين ذاك. الثالث باقي الأموال، يعني فيكون هذا الحكم من المعلل فانتفت العلة فحينئذ تغير الحكم بتغير علته وإلا الحكم باقي. نعم. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل. نعم، عجاجيل جمع عجل وهو صغير البقر. نعم. فلمن أمن نفسه عليها أخذها. نعم، يقول إن باقي الأموال غير ما سبق وهي الضوال التي تمتنع من صغار السباع وما لا تتبعه همة أواسط الناس، فإنه لكل أحد أن يلتقطها، أن يلتقطها بشرط أن يأمن على نفسه، يعني يأمن على نفسه إتلاف العين. نعم، وأنه قادر على حفظها. نعم. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد. نعم، يجب حفظها وتعريفها، هذا الأمران، يجب التعريف وهو أن يقول ينشد فيقول من له ضالة فإنها عندي، ولكن لا يجوز نشدان الضالة ولا تعريفها في المساجد لأن المساجد لم تبنى لذلك. قال حولا كاملا، المراد بالحول الكامل يعني الحول القمري. نعم. وتملك بعده حكما. قال فورا، فورا يعني يعرفها فورا من حين الالتقاط، ويجب عند الالتقاط أن ينوي التعريف، فإن التقطها وقد نوى عدم التعريف فإنه حينئذ يكون غاصبا لها فيضمنها مطلقا ولو تلفت من غير تفريط. قال كل يوم، فيكون فيعرفها حولا كاملا فورا كل يوم. ما عندك هذا؟ أنا عندي. فيعرفها فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر. هذه يعني ذكرها بعض أهل العلم بناء على صفة التعريف المذكورة، يعني ما جرى عليه عرفهم. ثم قال وتملك بعدها بعده حكما، تملك بعده حكما. قوله حكما لماذا؟ لأنه قد يأتي صاحبها، فإذا جاء صاحبها فإنها حينئذ يجب عليه رد هذه العين له. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. نعم، قال ويحرم التصرف في العين قبل معرفة وعائها. الوعاء هو ما كانت موضوعة فيه وتحفظ. قال ووكائها هو الذي تربط به، فقديما كانت الذهب والمجوهرات تجعل في خريطة وتربط بخيط، هذا الخيط هو الذي يكون علامة بين الناس. قال وعفاصها، والعفاص هو طريقة الربط، فكانوا قديما يعرفون طريقة التجار بطريقة ربطهم لهذا الوكاء. قال وقدرها، أي وقدر اللقطة التي وجدها، وجنسها أهي ذهب أم فضة من أي أنواع الريالات أو الدراهم أو الجنيهات. قال وصفتها من حيث الجودة والقدم ونحوها. ومتى جاء ربها فوصفها لازم دفعها إليه. نعم، قال متى، أي قبل الحول أو بعده، فإنه يجب دفعها حينئذ إليه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. نعم، هذه من المسائل التي تعرض لنا ربما حتى في المسجد الحرام، وهو قضية من فقد نعله. كثيرا من الناس يفقد نعله، فقد يكون احتمال أن يكون مسروقا، وقد يكون احتمال خطأ من شخص آخر. فإن فقد نعله ووجد مكانه نعلا آخر وهذا النعل ليس لأحد، يعني خرج كل من في المسجد فلم يبقى أحد، يعني حينئذ علمت أنه ليس لأحد، فوجدت نعلا مكانه،
لا نقول إنه لك حلال، بل هو بمثابة اللقطة، فقد يكون صاحب هذا النعل نسيه وذهب محتفيا، وقد يكون مخطئا فأخذ نعلك مكان نعله، فحينئذ يكون حكمه حكم اللقطة، تأخذه من غير استعمال وتعرفه سنة كاملة إن كان هذا النعل مما يعني تتبعه همة أواسط الناس، ثم بعد السنة تستعمله. وأما إن كان هذا النعل من النعل الرخيص المهترئ الذي لا قيمة له، فإنه حينئذ يكون مما لا تتبعه همة أواسط الناس، فانتظر حتى يخرج الناس من المسجد ثم خذ هذا النعل المهترئ واستعمله. أما لو كان غاليا فلا يجوز لك أن تتملك، وإنما هي لقطة يجب عليك أن تعرفه، فتنتظر حتى يأتي صاحبه ربما الجمعة التي بعدها أو الصلاة التي بعدها، وتخبر من في المسجد ليعلموا ذلك. نعم. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. نعم، بدأ يتكلم وهو آخر الباب ودرسنا اليوم الحديث عن اللقيط. اللقيط أيها الإخوة ذكر المصنف أنه طفل، إذا لا يسمى اللقيط لقيطا إلا أن يكون طفلا، والكبير لا يسمى لقيطا، هذا واحد. اثنين، قال لا يعرف نسبه. قول المصنف لا يعرف نسبه، هذه عبارة تدلنا على أن اللقيط قد يكون مجهول النسب وقد يكون مقطوع النسب. عدم معرفة النسب لأن الناس إما معلوم النسب أو غير معلوم النسب. انظر معي، معلوم النسب يعرف من أبوه، هذا معلوم النسب. غير معلوم النسب هو من لا يعرف أبوه. غير معلوم النسب نوعان، مجهول النسب ومقطوع النسب. مجهول النسب هو من لم يعلم أبوه ولا يعلم سبب الولادة، وأما مقطوع النسب فهو الذي ألغى الشرع سبب ولادته وإن علم أبوه، أو وما نقول إن علم أبوه، وإن علم من هو من مائه. يعني مجهول النسب لا ندري، قد يكون من زواج شرعي وقد يكون من زواج غير شرعي، فحينئذ نقول هو مجهول النسب. أما مقطوع النسب فهو الذي ولد من زنا، فالذي ولد من زنا ولو عرفنا هو من ماء من، فما دام لم يولد على فراشه فهو مقطوع، أي قطع الشرع نسبه، ولا يجوز استلحاقه بمن قطع الشارع نسبه، بخلاف المجهول فإنه يجوز استلحاقه، وسيأتينا إن شاء الله في محله إن شاء الله. فقد أردت أن أبين لك أن تعبير الفقهاء بأنه لا يعرف نسبه ليشمل النوعين المقطوع والمجهول. قال واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، أي لا يدرى أهو رقيق مملوك أم هو حر. وأما الآن فالأصل في الناس فالجميع الحرية، لكن إذا وجد فالأصل فحينئذ نحكم بأنه مجهول النسب ونحكم بأنه حر. نعم. قال نبذ، نبذ يعني رماه أهله أو غيرهم، أو ضل، ضل الطريق. ودائما بعد يعني بعض الأزمات التي تأتي مثل الفيضانات وهكذا يوجد أطفال ولا يعرف أهلهم، إما أن أهلهم ماتوا أو كذا، وهذا دائما تأتي في المناطق التي فيها مثل هذه الأمور. نعم. قال إلى التمييز، يعني أن سنه إلى التمييز، بعد التمييز لا يكون لقيطا. نعم. والتقاطه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية يجب على بعض المسلمين أن يفعله، لأنه إن لم يلتقطه فإنه يهلك، وهذا من حق المسلم على المسلم. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. نعم، يقول النفقة على هذا اللقيط على من؟ نقول أولا إن كان معه مال، يوجد طفل أحيانا ويوجد معه صرة فيها ذهب أو فيها أموال فينفق عليه من ماله، لأن هذا ماله الذي معه، القرينة تدل على أنه ماله. فإن لم يكن معه مال فينفق عليه بيت مال المسلمين. فإن فقد معا، يعني تعذر لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، ينفق عليه عالم به، يعني عالم بحاله، سواء الملتقط أو غيره، لا يلزم الملتقط أن ينفق عليه، ولكن بلا رجوع، يعني حتى لو نوى الرجوع عليه أنه إذا كبر وأصبح مكتسبا فإنه لا يرجع عليه، أي لا يرجع على اللقيط إذا كبر. نعم. وهو مسلم. نعم، نحكم بأنه مسلم مطلقا إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. قال إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، يعني أن العبرة للأكثر، وهذا من باب الحكم الأكثر، وهذه هي المسألة التي تكلم عنها الفقهاء لما تكلموا كيف تعرف دار الإسلام من دار الكفر. بعض أهل العلم قال العبرة بكثرة عدد سكان المدينة،
فإن كان أكثر سكان المدينة مسلمين فحينئذ نحكم بأن هذه البلدة بلدة إسلام. وبعضهم قال العبرة بظهور الشعائر ولو كان المسلمون أقل، فمن كان يسمح بالصلاة والصيام ورفع الأذان والعيد فحينئذ يحكم بأنها دار إسلام. إذن هاتان المعياران أين ذكرت؟ ذكرت هنا وذكرت في باب أهل الذمة والدار حينما يتكلموا عن الدار هناك. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. نعم، هذه المسألة التي أشرت لها قبل قليل وهي قضية استلحاق من مجهول ولا مقطوع النسب؟ مجهول النسب. اللقيط حكمنا بأنه مجهول. مجهول النسب أعيدها مرة أخرى، من هو مجهول النسب؟ من لم يعرف أبوه الذي ينسب إليه فليس فراشا، وفي نفس الوقت لم يقطع الشرع السبب الذي كانت به الولادة. هذا يجوز استلحاقه لكن بشرطين. الشرط الأول أن يمكن استلحاقه، فيأتي رجل يمكن استلحاقه عقلا وعادة، عقلا فيكون المستلحق أكبر سنا من مجهول النسب. المستلحق أكبر سنا، ما يجيني واحد عمره 15 يقول أنا أب لابن 20، ما يجوز. فيجب عقلا أن يكون أكبر منه بسن يمكن فيه أن يتزوج وأن يلد. عادة قالوا أن لا يستلحق مشرقي مغربي، وخاصة في الزمان الأول حينما لم تكن هناك طائرات ينتقلون فيها، فالمشرقي لا يمكن أن يصل للمغربي، هذا المثال القديم. بالإمكان أن تأتي بأمور عادية أخرى تدل على ذلك. إذن هذا هو العادة. طيب القيدان إذن عادة وعقلا. انظروا معي، الاستلحاق لمجهول النسب ابتداء لا يجوز إلا إذا علم، لأن المرء ملعون إذا أدخل على أهل بيت من ليس منهم سواء كان امرأة أو رجلا، لا يجوز لأحد أن يستلحق إلا وقد غلب على ظنه أن هذا ابنه. الاستلحاق غير التبني، الاستلحاق أن يغلب على ظنه أن هذا ابنه فحينئذ يستلحقه، فحينئذ يلحق به وينط. وأما التبني فهو يعلم أنه ليس ابنا له، فحينئذ لا يحرم عليه التبني ولا يجوز له الاستلحاق وهو ملعون، ولا يحكم القاضي بهذا التبني والاستلحاق، ما يجوز. إذن فرق بين الاستلحاق وبين التبني، هذا واحد. المسألة الثانية معنا أنه قد حكي إجماع، أقول حكي لأن المسألة فيها خلاف متقدم، على أن الاستلحاق خاص بالمجهول دون المقطوع. مقطوع النسب لا يستلحق، كل من حكمنا بأنه مقطوع نسب فإنه لا يجوز استلحاق نسبه. من هو مقطوع النسب؟ أولا كل من ولدته أمه من غير فراش، كل من ولدت أمه ليست زوجة لأحد فإنه حينئذ يسمى مقطوع نسب. بأي سبب؟ ولدته بسبب تحمل، التحمل مثل التلقيح الصناعي يسمونه الآن عندنا، قديما كانوا يسمونه تحملا، أو بسبب فجور أو بسبب خطأ لا ينسب لأحد، ما دامت ليست مزوجة فلا ينسب لأحد. ولو جاء الرجل الذي منه الماء قال أريد أن ينسب لي، نقول لا ينسب لك، قطع الشرع نسبه. الأمر الثاني كل من ولد كل من نفي نسبه بلعان، فإن الذي ينفى نسبه باللعان فإنه ليس لأحد أن يستلحقه إلا واحد، وهو الذي لاعن عن أمه، فيجوز له أن يكذب نفسه فيستلحق الولد لكن تحرم عليه أمه، وسيأتينا إن شاء الله في باب اللعان. في صور تحتاج إلى تفصيل، وهو قضية من ولد لأقل من 6 أشهر من بعد العقد، أو لأكثر من 4 سنين، أو أكثر مدة الحمل، خلينا نقول أصح لأكثر من مدة الحمل بعد الفرقة، فهذا عندهم أيضا يسمى مقطوع نسب. هذا ما أردنا الحديث عنه. أو قبل ذلك أذكر صورة أخيرة ودائما تحدث هذه، وبالأمس سئلت عنها القريب. لو أن رجلا فجر بامرأة وحملت منه فهذا زنا، فإن ولدت فالولد لا يجوز أن ينسب له ولا يرث منه. طيب إن تزوجها وهي حامل قبل الولادة، فإن تزوجها وولدت بعد 6 أشهر فهو ولده، وإن تزوجها وولدت لأقل من 6 أشهر ففيه خلاف على قولين. والذي اختاره أبو الخطاب ونقله الموفق
قولا عن أبي حنيفة وإن لم يوجد في أغلب كتب الإمام أبي حنيفة أنه يكون ابنا له، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، وهذا الذي عليه الفتوى. إذا من فجر بامرأة ثم تزوجها وولدت وهي زوجة له، فإنه حينئذ يصح استلحاق هذا الولد وإن كان ابتداء الحمل قبل الزواج، ولكن لا شك أنه آثم إثما خطيرا، ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة فجر بها إلا إذا تابت. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، والله أعلم. غدا إن شاء الله العصر نكمل الوقف والوصايا والهبة، ونكمل المعاملات كاملة إن شاء الله في درس الغد، فنكون أنهينا المعاملات في 4 أيام. يقول: رجل حفر بئرا ثم تركه، ثم بعدما حفر جاء آخر فأكمله، فمن أحق به؟ نقول أحق من أكمله، لأن الأول ترك العمل، فحينئذ يكون الذي أكمله هو الذي يكون أحق بالفعل. أما لو بدأ بحفر بالحفر ولم يتركه، وإنما فقط ليجمع مالا أو شيئا بسيطا، فيكون مختصا به اختصاص لكن لا يملكه، وهو أولى من غيره بإكمال العمل. يعني هذا أحد الأخوان يسأل عن قضية المكافآت على المبيعات، كيف هذا الشيء؟ يعني تأتي بعض الشركات فتقول لمندوب المبيعات: ما بعت من كذا فلك كذا. هذا يقولون يجوز، سواء كانت باعتبار الثمن أو باعتبار القدر. باعتبار الثمن ماذا؟ قالوا مثل أن يقول، وهذا من عقود الجعالة، يرون أنها من عقود الجعالة، فالسمسرة كلها من عقود الجعالة، فيقول: بع هذا الكتاب بـ10 وما زاد عن 10 فهي لك. يقول هذا يجوز. وقد جاء عن إبراهيم النخعي، نعم النخعي أو التيمي، يظن إبراهيم النخعي، أنه سئل عن هذه المسألة فقال هو جائز، وهذا نص عليها فقهاؤنا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا قال: كلما بعت عددا من هذا الكتاب فإني سأعطيك مالا، أو يسمونه البونص، فإنه حينئذ يجوز، فهذا من عقود الجعلات بناء على 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 ما اتفق عليه. طيب، أحد الإخوان يقول: ما حكم من لعن زوجته؟ هناك فرق بين لعن الزوجة وملاعنة الزوجة. لعن الزوجة ما يجوز، حرام، لا يجوز لعن الزوجة، بل لا يجوز لعن المسلم، بل حتى من استحق اللعن إن كان معينا فالأولى ألا يلعن. لذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا، وإنما اللعن يكون للأوصاف. ولما لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من المشركين أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. قيل إن النهي هنا للعن فلا تلعن، فترك النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. وقيل نهي عن التسمية، وبعضهم توسع فقال نهي عن مطلق الدعاء في الصلاة في القنوت، هذه مسألة أخرى. فهو إذن اللعن عندنا لعن أوصاف ولعن أعيان، فالمسلم لا يلعن الأعيان قدر استطاعته ولو كان مستحقا، حتى ولو كان كافرا حيا لا تلعنه، لأن المؤمن ليس باللعان. طيب، لما يلعن مسلم زوجته أو يلعن دابته، ما معنى اللعن؟ معناها الطرد من رحمة الله، فكأنك تقول: يا ربي أطرد سيارتي من رحمة الله. ومن طرد من رحمة الله عز وجل فقد فقد البركة في الدنيا، فأصبح شؤما على صاحبه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان معه امرأة فكانت معها دابة فلعنتها، لعنت دابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبوها، تركوها، لا يصحبنا ملعون، لأنها تصبح حينئذ منزوعة البركة. ولذا فإن المؤمن إذا أكثر من اللعن ربما وافق ذلك بابا مستجاب من الدعاء، فيصبح تصبح دابته، ويصبح كتابه الذي لعنه، وتصبح وظيفته، وتصبح زوجته سببا في الشؤم عليه. فإياك إياك واللعن مطلقا، أو لعن من لا يستحق اللعن. ناهيك عن أن من لعن من لا يستحق اللعن فإنها ترقى، فإن كان من وجه له اللعن ليس مستحقا لها حارت عليك، فتكون حينئذ كأنك دعوت على نفسك. إذن احذر اللعن. طيب، من أذنب ولعن مسلما زوجته أو غيره، ماذا عليه؟ يستغفر الله فقط، يستغفر الله عز وجل.
وهل عليك كفارة ليس عليك كفارة سواء لعنت زوجتك أو غيره. الذي نتكلم عنه نحن اللعان، هذه مسألة أخرى. موجب اللعان أحد أمرين، إما درء الحد القذف أو نفي الولد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.